نعم سعد من الرياض يقول وجدت سيارة في المعرض ولا أملك قيمتها قلت لصديق لي اشتري اشتر هذه السيارة وقصتني إياها بمبلغ أعلى هل هذا جائز؟ إن اشتراها لك وسلم ثمنها نيابة عنك ف... واسترده بزيادة فهذا قرض قرض محرم وأما إن اشتراها لنفسه وتملكها تملكا تاما ثم باعها عليك فإن هذا يجوز سواء كانت مقسطة أو حالة، نعم